تعالوا نشوف علي معلول قال ايه عن النادي الاهلي، عن جمهور النادي الاهلي، عن امنياته مع النادي الاهلي، ونرجع لحضراتكم نعلق على الكلام. انا اول مره يعني افتكرت، والله افتكرت اني انا مصري مش تونسي في اللحظه دي. يعني قلت انت مصري. المسانده اللي لقيتها من جماهير النادي الاهلي حسيت اني انا واحد منهم. يعني الناس كل وقفت معايا، الناس كل كلمتني، الناس حتى على الفيسبوك على الانستجرام، يعني حسيت اللي انا ننتمي لجماهير النادي الاهلي. فحبيت نشكرهم على الفتره الصعيبه هذيك وعلى وقوفهم والمسانده الكبيره اللي لقيتها منهم. انا من اول ما جيت النادي الاهلي تقريبا كل ميركاتو يجيني عرض ولا اثنين. يعني حتى كان النادي فكر انه باش يبيع علي معلول، لكن انا كان عندي ايمان كبير اني انا مش نقعد في النادي الاهلي ونوصل للمرحله انه النادي الاهلي ما عادش يفكر انه بيستغنى على علي معلول. والحمد لله العرض ممكن اكبر عرض بتاع السنه اللي فاتت اللي انت كان الاكبر. كان اكبر للنادي ولعلي معلول. لكن حبي للنادي وحبي للجمهور والنادي لما اتكلمنا مع بعضنا كان عنده راي اني لازم نكمل في النادي الاهلي. انا يربطني عقد بالنادي الاهلي عقد احتراف صحيح، لكن عندي عقد حب واحترام للنادي. قالوا لي علي معلول ماكش مش تخرج من النادي الاهلي، انا عندي عقد مع النادي لازم نكمل العقد بتاعي لاخر مده فيه، واذا علاش لا نعاود نمدد في العقد بتاعي مع النادي الاهلي، خاطر الصراحه مكان يخليك ان انت تبدا فرحان انك تكون موجود فيه الصراحه. يعني وانت بيجي لك عقد ودايما بتفكر دايما حاطط جمهور النادي الاهلي اكيد قدامك. اكيد نفسك تختم حياتك في النادي الاهلي يا رب ان شاء الله لو لينا نصر. سمعنا كلام تاريخي من نجم تاريخي في النادي الاهلي كابتن علي معلول، وشوفوا هو بيتكلم عن جمهور النادي الاهلي وهو بيقول جمهور النادي الاهلي واقف معايا. بالمناسبه الفتره دي ما كانش تم اختياره لمنتخب تونس وقت البطوله اللي اقيمت هنا في مصر، والمدرب كان استبعده وشاف مداعمه ومسانده كبيره من جمهور النادي الاهلي وقتها، وقال وقتها رغم استبعادي من منتخب تونس وكنت اتمنى لكن جمهور النادي الاهلي هون عليا، ما حسيتش بالحزن وقتها ان جمهور النادي الاهلي وقف معايا. شايفين كلامه عن النادي الاهلي وكان دايما كل سنه بيجيله عروض انه يحترف وانه يمشي ويسيب النادي الاهلي وبمبالغ وارقام كبيره، لكن دايما حاطط النادي الاهلي، بيقول النادي الاهلي هنا انا في مكان بسطر تاريخ فيه، باخد بطولات فيه، بكتب اسم كبير فيه. علشان كده بقول لعلي معلول ان شاء الله باذن الله بعد الاصابه دي، وانا عارف انك انت من الشخصيات القويه اللي دايما بتحط لنفسك تحديات كبيرة ودايما عندك تحديات مع نفسك، ان شاء الله بعد الإصابة دي هترجع وهتبقى أقوى من الأول وهترجع لمكانك الطبيعي في التشكيلة الأساسية بإذن الله في النادي الأهلي. ومن هنا بنقول لك ألف سلامة يا علولو.